فانا قلت لابويا ايه، هتقالي السلام بقى عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. احمد ايه يا جه منى، انت قاعدة هنا ليه؟ مستنيه الاوبر يجي. طيب ماشي، بقول لك ايه، هدي كنت عايزك بس في كلمتين. ايه انتوا اخويا بتغربوها يعني؟ لا لا لا، مفيش اي حاجة قشطه والله يا وجدي. ماشي بقول لك ايه يا صاحبي، قول. انت عارف ان انا رايح اتقدم لمنى بكرة، اه طبعا فكنت عايز القميص بتاعك اللي هو الكروهات. يا عم، ما تقول يا عم، محدش غريب. قول ان انت عايز القميص الكراهات عشان تروح تتقدم لمنا بكره. ايه اللي فيها يعني؟ ما انت على طول بتاخد مني يعني. عايز يستلف قميص من هذا عشان يجي يخطبك. لا 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 يا ده وجدي، بالظبط، لا يستلف جاتوه وهو جاي. يا وجدي يا وجدي، على فكرة انا ما طلبتش منه كده، انا كنت عايزه في موضوع تاني. انت ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ تحلف كده ان انت ما طلبتش مني القميص عشان تروح تتقدم لمنا؟ وفين المشكله لو هو طلب منك يعني؟ المشكله بقى فين؟ ان هو واخد مني فلوس، واصلا الكبيره بقى الطقم اللي هو قال لك ده جديد النهارده ده بتاعنا. بجد؟ بجد؟ اه لا على فكرة والله الكلام اللي انت بتقوله ده احلف ان الطقم ده مش الطقم بتاعك. يا مش عم عارف لا لا بقى لا لا، يعني. خلاص هقول لك على حاجة، انا كنت عايزه اصلا في موضوع تاني، والكلام اللي بيقوله ده منه مش صح والله العظيم ما صح. مش صح؟ يلا من غير سلام. مش صح؟ هو انت فاكر كده ان انت كسفته يعني، لا مش وفاكر ان كسفته، انت بس انا حلويت في عيني وان انا هشوفك جامد والكلام ده؟ يا بنت انت فعلا. انت في عيني بقيت كده طب اقول لك على تمام. حاجه، اقول لك هو على كان حاجه، فاكر، اقول ثواني لك على ما حاجه. طيب تدخلش، انا بتكلم مع اللي هزاه وضايقه. اول حاجه هو كان فاكرك ان هو ان انت اخ ليه، وكان فاكرك ان انت هتطلع راجل معاه وبيتميل عليك عشان شايفك سند وظهر ليه، لكن انت ولا تستاهل اي حاجه، ما انا ما عايز تستاهلش حتى ان هو يتكلم معاك. ما انا عايز يا افهمك بنتي، ده حاجه، من غيري لو اتجوزته مش هلاقي طعم ينزل بيه. انت مالك يابا؟ واحنا مين قالك ان احنا عايزين نطلب منك حاجه اصلا؟ بت هو غلطان اصلا ان اتعامل مع يا اشكالك. بت هادي، عامل على مصلحتك. يا احمد، يا احمد استنى بس هنا. ايه بس يا منى، مش كفايه اللي حصل قدامك ده؟ معلش ما تزعلش، انا والله ولا كاني شفت حاجه، وانت لسه كبير في نظري. ازاي بس بعد اللي حصل ده يا منى، وقدام صحابنا، اجي اتقدم لك ازاي وهو بيذلني على كل حاجه انا باخدها منه؟ انت اصلا ليه تاخد مني يعني؟ هو البني ادم بلبسه، وبعدين انا مفكرش بالمظهر، وانت عارفني كويس، يا وهي منى دي ما يستاهلش ان انت تصاحبه اصلا. يا منى، انت عارفه ان انا مش معايا دلوقتي عشان خاطر الدراسه، وانت عارفه ان اهلي بيبعتوا لي الفلوس بالعافيه من البلد، وانا والله العظيم بعد ما اتخرج انا هنزل في وظيفه كويسه. ماشي، احنا بقى هنشيل بعض وهنسند بعض، وزي ما بيقولوا كده هنبني طوبه فضه وطوبه ذهب، والعيشه هتبقى زي الفل. انت ليه تاخد اصلا هادي؟ هادي مصمم يكسرك قدامي عشان هو عارف ان انا مش راضي ابص له، وان انا بصيت لك انت وبحبك انت وعايزه اعيش معاك انت. لا خلاص يا منى، انا مش هقدر استحمل تاني كلام بعد اللي انا سمعته منه ده. ما تتعاملش معاه تاني. بعدين هو انت عايز تسيبني؟ اكيد مش عايز اسيبك يعني يا منى، بس مش عارف اقول لك ايه، وانت عارفه ان انا وانت متفقين ان بعد ما نخلص الدراسه هنقف على رجلينا ونبدا حياتنا انا وانت. بالظبط، وده اللي هيحصل، وانا هفضل جنبك وفي ظهرك طول العمر لغايه ما تبقى اكبر واشهر راجل، وشوفك انجح واحد. بجد يا منى؟ بجد. خلاص يا منى، وانا اوعدك ان انا مش هميل عليه في اي حاجه تاني، ولا هاخد منه اي حاجه. بالظبط، ما تاخدش اي منه ولا تتعامل معاه، ولا انا هتعامل معاه تاني عشان هو بني ادم حقير اصلا. طب مش بقى يلا الدموع دي؟ يلا يا بحبش منى، بحبش اشوفك زعلان. حقك عليا، يلا نمشي، يلا يلا.